بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى هذا اليوم إلى جمهورية تركيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها جلالته من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. ويجري جلالة الملك المفدى خلال الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس التركي تتناول علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي على الأصعدة كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي والمسائل موضع الاهتمام المشترك. وقد توجه موكب جلالة الملك المفدى إلى القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد جرت لجلالة الملك المفدى مراسم استقبال رسمية. سلام سلام دور دكات ثم استعرض جلالة العاهل المفدى حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. Thank you.
مرحبا عسكر. ثم صافح جلالته كبار مستقبليه من أصحاب سعادة الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة التركية، بينما صافح فخامة الرئيس التركي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى. ولدى وصول جلالته تفضل حضرة صاحب الجلالة بالتصريح التالي: يسرنا ونحن نصل اليوم إلى الجمهورية التركية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة من أخينا العزيز فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان أن نعرب عن اعتزازنا بهذه الزيارة التي تأتي في توقيت هام يستدعي التكاتف والتعاضد بين دول المنطقة لتحقيق آمال شعوبنا في إحداث نهضة قوية وشاملة في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع حلول دائمة تضمن الأمن والرخاء للجميع. ونؤكد أن زيارتنا لتركيا صاحبة الدور المحوري في المنطقة ستكون فرصة للالتقاء بالتعاون المشترك بين بلدينا لمجالات أرحب، وتعزيز التشاور والتنسيق إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية، بما يدفع العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين خطوات للأمام وعلى جميع المستويات والأصعدة كافة. وإننا إذ نقدر عاليا مواقف الجمهورية التركية الداعمة للمملكة والرافضة لكل ما يمس أمنها واستقرارها، فأننا نجدد موقفنا الثابت والرافض بشدة لأي مساس بالشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، ولأي محاولة من شأنها زعزعة الأمن والسلم في الجمهورية التركية، ودعمنا لكل الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية لتعزيز استقرارها وحماية مؤسساتها والحفاظ على مكتسباتها ومواصلة جهود التنمية والازدهار للشعب التركي الشقيق.